وصلنا للفقرة الأخيرة. فقرتنا الأخيرة اليوم من عالم الثقافة والفن، خصيصا سالي يعني مدرس لآلة القانون بمعهد صلحي الوادي من 5 سنين، خريج المعهد العالي للموسيقى سنة 2016 وعضو بجوقة مار أفرام السرياني، حاصل على العديد من الجوائز والشهادات والمراكز الأولى بمسابقات لآلة القانون على مستوى القطر العربي السوري، وشارك بالعديد من الفعاليات في دار الأسد للثقافة والفنون. عم نحكي عن ضيفنا الفنان جاك صباغ. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيك جاك، يسعد صباحك. صباحك نعم. أهلا وسهلا. يعني بداية، أول ما بنشوف آلة القانون هيك في شيء جواتنا بيتحرك. أي آلة موسيقية لها وقع خاص ولها شيء خاص فيها، ولكن الفنان يلي بيحب شيء معين، جاك حب القانون، فلان حب البيانو فأبدع فيه. خلينا نحكي عن بدايتك مع هالشغلة اللي أنت بتحبها. هلأ البداية كانت أنا بلشت بموسيقى بعمر صغير، يعني بلشت بخمس ست سنين وما بلشت دغري بآلة القانون. يعني أنا درست شوي بيانو مع شوية سولفيج وقراية نوطة وهيك، بعدين دخلت معهد شبيبة الأسد. كان في مثل فترة تحضيرية إنه نحن ندرس نوطة كمان وإيقاع وهيك، بعدين فتنا على السنة الأولى بدنا ناخد آلة صفة. فبصراحة يعني كان عندي شغف إني غير شوي الشيء اللي بلشت فيه، وكان بدي هيك آلة شوي هيك غريبة أو حس إني فيني أبدع فيها أكثر. فما بعرف يعني وقتها، يعني هاي اللحظة اللي بلشت فيها أفكر بآلات، وكان مدير المعهد موجود عم بيحط لي خيارات آلات قدامي، عم قال لي قانون. لا اوكي قانون. قبل شو كانت؟ قبل شو عشرو كنت تعزف؟ اورج. بيانو اورج، يعني كان في بالمعهد بيانو، عرفت علي؟ بس انا يعني كان عندي بالبيت اورج كنت اشتغل شو عليه. شو بتميز القانون عن باقي الآلات الموسيقية؟ شو الشيء الغريب فيه والمميز؟ يعني بصراحة شوي بهديك فترة ما كان في هالضجة شوي على آلات القانون، أو ما كان في عندي هالرؤية شو هو. يعني في آلات شوي منتشرة، يعني مثل الجيتار الفيولون أو هيك شغلات، ممكن عندي كان فكرة شو هن، بس يعني القانون كان في عندي هيدي الإشارة استفهام إنه أنا فيني أروح فيه لأفق تاني، فيني أعمل فيه شغلات تاني. هو صحيح آلة شرقية، بس يعني أنا حتى فينا نعمل فيه شيء غربي، فينا يعني يمكن الإنسان بس حب شيء خلاص هو أبدع فيه. أكيد. فخلينا نسمع شيء يعني بالبداية هيك منه.
شكرا. عالم سحري يمكن بتنقلنا له عن جد. القانون هيك عالم خاص. اليوم وجود القانون دائما بنشوفه موجود ضمن الاوركسترا وضمن يعني الفرق الموسيقيه. قديش العزف المنفرد يختلف عن وجودك ضمن اوركسترا؟ طبعا هلا وجودك ضمن باند هو بيكون لك دور معين. فانت وجودك ضمن فرقه كبيره سواء او كانت صغيره فانت لك دور معين تلتزم فيه لانه بيكون في عالم او بيكون في توزيع موسيقي لباقي الباند. صحيح. هلا وجودك بشكل افرادي او عزفك بشكل افرادي هو شيء ممكن ابدع فيه اكثر او ممكن تشتغل عليه اكثر. عم تشتغل كون مان شو او كون انسترومنت يعني فانت بدك تحاول تعبي كل شيء او تشتغل على كل شيء. فلهيك بنلاقي في ستايلات مختلفة بكل واحد لحاله يعني. ممكن نسمع حدا نقول هذا الشخص الفلاني، نسمع حدا تاني نقول هذا شخص تاني يعني. كل واحد بحب شيء أكثر. إيه بس وقت تكونوا ضمن باند لا شوي بيكون في التزام أكثر بال بس التزام. بس دائما القانون وقت بنكون عم نحكي عن موسيقى عربية بنسمع صوته صح يعني دائما عن جد بنقدر نميز وجوده ضمن يعني هو صوته فرق. مميز يعني مو لأنه قالتي بس يعني هو بالمجمل هيك لأنه نحن ما فينا مثلا نحط قانونين بال أكيد بالفرقة أكيد. ودائما بنشوف جاك متصدر للقانون بأي هيك عزف بأي شيء بيكون له طابع خاص. جاك بعمر صغير حضرتك يمكن ما بعرف عمرك الأساسي ولكن عم بتدرس هي الآلة. أوكي. شو ضافت لك؟ يعني شيء بتحبه خلصته وبلشت تعطيه لغيرك. أكيد. فعم تعطيه منك هذا الشيء، فتحكي لنا عن هي التجربة. صراحة هي تجربة مختلفة تماما عن تجربة العزف او تجربة الـ اي شيء ثاني. يعني بالبداية شوي هيك شوي بتكون ضايع انه انت عم تعطي خبرتك لحدا ثاني بس انه شلون بدك توصلها يعني بدك تحاول تلاقي طريقة ممكن درس يروح كان على معلومة واحدة بدك تحاول توصلها من هون لهون لحتى تشوف هذا الطالب انه عن جد اخذها هيك عن جد فهمها بهي الطريقة ولا لا. ممكن لانه في يعني انواع مختلفه من الطلاب. أكيد. يعني في كل حدا ممكن يستوعب بقصه شكل. مع الوقت بتصير بتعرف انه لا هي الطريقه ممكن احسن، ممكن هيدي مع الطالب احسن، ممكن هذا الطالب ما بتنفع معه هيك. فبتصير بتعرف. أكيد. بعد اختيارك للقانون تدريسك لإله كآلة شفت انه في ناس لساتها بتحب انه هي تعزف على القانون، العدد يمكن قليل بالنسبه للي بيحبوا يعزفوا على الجيتار وعلى الاورج. يعني كثير بنشوف دارج عن جد انه بيضل بعمر الشباب الصغار يعني بداياتهم بيضل عدد قليل بس صراحه عم بيزيد. يعني عم بيزيد عن وقتي مثلا. وقت ما انا بلشت اعزف انا بالمعهد كنت انا سنه اولى كان في صبيه بتعزف على القانون سنه ثالثه وبس. هلا في عوده بكل المعهد الموسيقى العربيه والشرقيه. في عوده لموضوع الموسيقى العربيه والشرقيه وآلاتها. في عوده وفي اعاده احياء للشيء وخاصه حاليا الحفلات اللي عم تصير بدار الاوبرا مع الفرقه الوطنيه للموسيقى العربيه. دار الاوبرا هي الحفلات يعني حاصل على جوائز وشهادات ومراكز اولى على مستوى القطر. يلي بيبلش هيك فهو بيطمح لشيء عالمي وخاصه. أكيد. آلة شرقيه معروف اوروبا قديش بيحبوا العود، قديش بيحبوا الشرقيات. كيف اذا كانت مثلا هيك آلة قانون ايضا عم تحضر شيء او عم تسعى لشيء لكون برا؟ هلا ان شاء الله. انا يعني بصراحه يعني ما في اي فنان يقول لك انه ما بطمح انه اطلع او اوصل موسيقتي للعالم كله يعني. فاكيد انا بطمح بهذا الشيء واكيد كثير بحب انه توصل موسيقتنا ويقولوا انه العازف السوري كذا. أكيد. وصل للقرنه كذا. ان شاء الله ان شاء الله. حابين نسمع يعني كمان شيء ثاني.
الموسيقى رائع. السورية يعني عن جد حلوة، والغنية كتير حلوة، وعن جد القانون هيك قريب من المكان اللي نحن قاعدين فيه، بتحسي بروح عاليته بمتحف عن جد الوطني بدمشق، عن جد كتير حلو كان. يعني جاك أحياناً بس تسمع موسيقى معينة في شيء بيتحرك جواتك، كيف إذا كنت عم تعزف شيء بتحبه يعني عفواً، قديش في إحساس جواتك حتى بيطلع وأنت عم تعزف؟ هلا ما تسألي في إحساس عالي أكيد، يعني حتى كل شيء بيترجم على الآلة اللي أنت عم تعزف عليها، يعني إذا أنت متضايق أو أنت فرحان أو أنت مبسوط أو أي شيء، أنت يعني مو صح انه في حدا ممكن يكون جاي لاخر رواق اليوم. اخر رواق تمام. طيب شو عم تحضر شيء جديد جاك؟ شو في شيء على صعيد الفرق؟ شو مشاركاتك او على صعيد الشخصي؟ انا عندي باند صغيره مع شاب رفيقي اسمه يزن، بوجه له تحيه، بيعزف جيتار وبيغني. نحن عاملين هيك مثل ديو بين الجيتار والفوكال والقانون، اللي هو شوي ميكس غربي وشرقي، هذا الفيوجن شوي العالم هيك. عم تعملوا شيء على الفيسبوك يمكن او عم نجهز شيء؟ عم نعمل شوي صفحه فيديوز. خاصه هلا صفحه خاصه لسه، لانه لساتنا هيك عم ننشر اسامينا شوي. اوكي، وكمان شغلي بمجال التدريس. وعم حاول اعين شيء لإلي. ان شاء الله. ان شاء الله اكيد موفق. بتمنى لك كل التوفيق اكيد. جاك بنتمنى لك كل التوفيق. نحن حنختم، ولكن حيكون شرط الختام هي مع آلة القانون. ميسان وصلنا مع غذاء هذا غذاء الروح، الموسيقى الجميله والعذب، لختام صباحنا لليوم. تحيتنا الاولى والدائمه لرجال الله في الميدان، ابطالنا في الجيش العربي السوري، كل الحب لكم، املنا فيكم كثير كبير. بدنا نتشكر مشاهدينا على طيب المتابعة أكيد، وشكر موصول لكادر الإخبارية السورية خلف الكاميرات وبالكنترول. يعطيك العافية ميسان. شكرا لك سالي. وصلنا لختام مشوارنا الصباحي لليوم، دائما بيتجدد كل يوم معكم الساعة 9 الصبح بفقرات متنوعة ومساحات مختلفة. الختام رح يكون مع الفنان جاك لإلك.